أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال، في برنامجكم الطبي الطب في حياتنا. طبعا حياتنا مليئة بكثير من الأمور، سواء الأمور الحياتية أو الأمور الطبية أو المشكلات أو الحياة أو العيشة أو اللي عايشينها، حاجات كتيرة قوي. فاحنا اخترنا النهاردة مجال الطب، هنتكلم على فيروس سي وأمراض الكبد بصفة عامة. يمكن ناس كتيرة هتستعجب ان هم شايفيني النهاردة في برنامج طبي، على الرغم ان هم عاهدوني في البرامج السياسية والبرامج الخدمية، لكن طبعا انا اخترت النهاردة ان احنا نطلع في حلقة عن الطب وخاصة امراض الكبد، لان انا طالع معايا شخصية علامة خبيرة في هذا المجال. وطبعا كلكم تعلمون انني كنت أفضل دائما أن أعمل مع الأشخاص أو الناس القريبين من الناس، لأن إحنا من الناس وإلى الناس. قبل ما أبتدي الحلقة كنت عايز، وكنا بنتكلم أنا وضيفي النهاردة الدكتور عصام اللبان خبير الكبد، عن المية ومشاكلها وأمور كثيرة جدا قد تصيب الكبد، ومنها بعض الأمور اللي اتكلمت فيها مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومحافظ دمياط بخصوص انقطاع، بخصوص المية طعمها متغير. وكذلك جات لي مشاكل من ناس كتيرة، منها على سبيل المثال أم محمد والأخ محمد دخخني وغيره، عن هذه المشكلات. مش هنطول عليك وهنخش في حلقتنا على طول مع الدكتور عصام اللبان خبير الكبد. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيكم دكتور. الناس بتنتظر دايما مننا الكثير، خاصة في المشكلات التي طرأت على الكبد المصري من خلال من فترة 10 سنين أو 15 سنة. يمكن الناس زمان يا دكتور كانت بتشرب من الترعة وكانت بتشرب من الزلعة والحاجات زي كده، وما كانش بيصيبهم أي أمراض. النهاردة بقت كوباية المية اللي احنا بنشربها معرضة للأمراض ومعرضة للأوبئة بتاعت الكبد. وطبعا في أسئلة كتيرة جدا بتهم المشاهد هنعرضها على الدكتور عصام. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك دكتور. في بالنسبة للأعراض المصاحبة لالتهاب الكبد الفيروسي، تكلمنا عنها كتير، برضو جات لنا أسئلة تانية عنها، عايزين نتكلم عنها باستفاضة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعراض في البداية ما بيبقاش في أعراض بالنسبة لفيروس سي، لأن فيروس سي ده مراحل. في مرحلة الفيروس بيدخل فيها الجسم، المرحلة دي الفيروس بيبقى داخل بكميات صغيرة، بيدخل على الدم وبعدين يبقى على الكبد، يتوطن في الكبد، يبتدي ينتقل من خلية إلى أخرى داخل خلية الكبد ويتكاثر. المرحلة دي المريض ما بيحسش بأي حاجة، بيتحرك وبيروح وبيجي خالص. العملية دي بقى لما تستمر لفترة يبتدي يحصل أعراض التهاب كبدي مزمن. يشعر بإيه بقى المواطن؟ يشعر بقصور عام في جسمه. ما هو الكبد ده هو الدينامو بتاع الجسم كله. يهبط، يحس إنه عايز ينام على طول. يقول لك أنا كسلان، أنا وخمان، هو مش بيبقى محدد المشكلة في الكبد. وعشان كده بقول دايما اللي بيشخص المرضى خط الدفاع الأول اللي هم الأطباء الصغيرين وأطباء الوحدات الريفية والأطباء الممارسين، مش استشاري الكبد. استشاري الكبد ده في النهاية. يعني بعد الحياة ما بيتشخص يجي لنا. لكن في البداية لازم دكتور الرعاية الطبية الأولية يبقى واخد باله كويس من الأعراض اللي تقول إن القصة جاية في الكبد، عشان يقدر يعمل تحويل الحالات إلى الاستشاري المتخصص. خبير متخصص. القصة هنا عندنا هي قصة المريض يقول لك أنا مش مظبوط. بتنام كتير، يقول لك يعني بقى خمول بصفة عامة، أنام أجي أقوم من النوم بصعوبة، مواعيد نومي ما بقتش مظبوطة، عندي دوخة من وقت للتاني، عندي أعراض في الجهاز الهضمي. وكتير بقى أعراض الجهاز الهضمي دي يروح لدكتور واثنين وثلاثة وعشرة، ياخد أدوية معدة وقصة كبد. لما تيجي تعمل له سونار تلاقي عنده تليف في الكبد. تمام. أو التهاب كبدي مزمن. طب دكتور أنا عايز أسأل سؤال، نختصر القصة بدل الناس ما تروح للطبيب الممارس وتأخر في مراحل العلاج. ايه الشيء البارز اللي لو شعر بيه المريض على طول لازم يروح لطبيب جهاز هضمي او طبيب كبد متخصص؟ الصفرة دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، اعراض التهاب القناة الهضمية او اعراض القناة الهضمية بصفة عامة. يعني العين يقول لك معدتي، تكشف عليه بالسونار تلاقي تليف في الكبد، تعالى نعمل بقى تحليل، يطلع فيروس سي، يطلع فيروس بي، يطلع بتاع، يطلع بتوع، يبقى في موضوع، والموضوع موضوع كبد.
والعيان داخل عمال بياخد الفوار الضوء الابيض، الدنيا ماشيه بالشكل ده. يعني نبتدي بالطريقه الغير معهوده، نبتدي من الاخر للاول الأخر. بدل ما نروح للطبيب اللي هو الممارس في المستشفى العاديه، نروح لخبير في الكبد، نبتدي هو اللي هيقول اه ده التخصص ده عندي او غيره. ما هو في حاله وجود صفره مثلا، يعني لما تبقى المشكله واضحه انها هنا. لكن في الحياه في الحالات البدائيه وفي بدايات الحالات، بدايه الاعراض لالتهاب الكبدي المزمن، ما بتبقاش المريض واخد باله قوي ان القصه في الكبد. القصه عنده في الجهاز الهضمي، بطنه وجعاه، معدته فيها حرقان، خد ادويه ما استريحش، خموله عام، دوخه، غثيان من وقت للتاني، الاكل مش مستريح. العمليه تبتدي بقى تزيد شويه، لما تزيد شويه تبتدي انزيمات الكبد ترتفع ونسبه الصفره ترتفع، فيقول لك انا لوني متغير. مش ده لون بشرتي بالظبط، ده في سواد جامد تحت عينيا، انا ما كانش تحت عينيا في سواد. طيب نعمل فحوصات، الله ده انت عندك نسبه صفر عاليه، ده في خلل في وظائف الكبد. لا كده بقى نروح لبتاع الكبد. نروح لبتاع الكبد ويطلب فحوصات، يطلع فيه فيروس، يطلع فيه تليف، يطلع فيه حاجه، يطلع فيه موضوع. تمام. يبقى البدايه خالص القاعده العامه ان طبيب الممارس العام يشوف له كل يوم 100 حاله. استشاري الكبد ده يشوف 5 6 حالات، 10 حالات بكتير. لان القصه هنا قصه القاعده العريضه من المرض عند اطباء الرعايه الاوليه. تمام. اللي بيحس بمغص بيروح له، اللي معدته بترجع له بيرجع، اللي يسهل، اللي مش عارف ايه، اللي ايه اللي ايه، كل ده بيشوفهم. اللي بتنزف، اللي مش عارفه ايه، اللي كل اللي بيكح كله هيروح له، كله هيروح. هو بقى بيبتدي يفنط، انا هعالج الكحه، لا ما خفش، اعمل له اشعه على الصدر، لقيت ميه على صدره، روح لبتاع الصدريه. ضيعنا وقت والمرض بينتشر. ما هي المشكله هنا ان ده مش تضييع وقت بقدر ما هو لو الدكتور سريع مش هيخليه يضيع وقت. هنا قصة ايه؟ قصة دكتور الرعاية الأولية ده لازم يبقى ويل إديوكيتد، يعني ده لازم يتعلم كويس قوي. أيوة. يعني تعمل له التخصص مش على مستوى بكالوريوس، على مستوى مثلا ماجستير، بحيث ان يبقى عنده الوعي بكل المواضيع عشان ما يضيعش على العيان وقت في اكتشاف الأمراض. طب دكتور برضو في حاجات مهمة قوي ممكن تكون عند الأولاد الصغيرين، هل أعراض تطورات المرض والفيروس بتختلف عند الأطفال منها عند الكبار؟ هو المشهور قوي في الاطفال فيروس ايه؟ ده المشهور قوي. فبتلاقي الطفل راجع من المدرسه سخن، دافي شويه، راح مرجع، مامته اكلته، راح مرجع تاني، خدته للدكتور، قال لها ده برد. كتب مضاد حيوي ودواء للسخونيه. بعد يومين الطفل ما اتحسنش، الترجيع بيزيد، الم في البطن، كسل، خمول، الطفل مش قادر يقوم من السرير. ويبتدي يظهر عليه صفرة. فالام تقعد تقول لك هو لون البول زي الشاي، الولد شكله متغير، هو مسفر ولا مش مسفر، طب نجيبه في لمبه نيون، طب نجيبه مش عارف، ما نيون ملوش علاقه بالموضوع. طب ده اللي دخل المدرسه ورجع وكده، طب في اطفال بيولدوا بالصفره؟ لا ده صفره فيسيولوجيه، ده مش مرض. ده مش مرض اساسا. ما ينخفش منه يعني. ده مش مرض اساسا، صفره فيسيولوجيه، فيسيولوجيه يعني موضوع وظائف اعضاء. الطفل اثناء قطع الحبل الصلي بيحصل شويه تكسير في الدم، لما دم الطفل بينفصل عن المشيمه. تمام. فبيحصل شويه تكسير في الدم. اي تكسير في الدم هيرفع نسبه الصفره بقدر معين. في برضه سؤال كان جالي يا دكتور، يمكن انا سرحت فيه شويه. كيفيه تنظيف كبد الانسان؟ احنا بننظف سناننا بالفرشه وبالمعجون. طب انا هنا دلوقتي علشان انظف كبدي من السموم، وازاي اقوي انشطه وظائف الكبد واقويها؟ هل ده بيكون بنوع من انواع الادويه او لاننا امشي على نوع معين من انواع الغذاء؟ لا هو السؤال ده يحمل معلومه مهمه. معلومه ان انا مش بنظف الكبد من السموم، ده هي وظيفه رئيسيه للكبد تنظيف الجسم من السموم. تمام. يعني احنا عندنا الكبد والكلى. البول اللي الانسان بيتبوله ده عباره عن ايه؟ كل السموم الناتجه عن مركبات النيتروجين وخلافه اللي موجوده في الجسم. تتحول يوريا وبولينا ومش عارف ايه، الجسم نروح نتخلص منها عن طريق الكلى. الكبد بيقوم بنفس الدور، حاجه اسمها ديتوكسيفيكيشن. ديتوكسيفيكيشن توكسين يعني سم، ديتوكسيفيكيشن اخليه مش سم. فكل المواد والادويه والعقاقير والادويه اللي داخله جسمي والمواد اللي داخله الجسم عن طريق الغذاء، الكبد بيبتدي يفلترها ويبتدي يشوف هي سامه ولا مش سامه، ولو لقى فيها نسبة سمية يا إما يكسرها ويحولها لمواد أخرى أقل ضررا على الجسم ويبعتها على الدورة الدموية والكلى تتخلص منها عن طريق البول، أو يبعتها على الجهاز الهضمي وتنزل في البراز. يعني أول دور للكبدة، أنت لو خدت قرص أسبرين، لو خدت قرص بارامول، بارامول هيخش من المعدة
هيخش على الدم، هيروح على الكبد، مادة الباراسيتامول تتحول في الكبد لمادة تانية أخرى اسمها أسيتامينوفين، يحولها للمادة اللي هي بتخفض الحرارة. تمام. بس هو عمل كده ديتوكسيفيكيشن، إداها وظيفة هي في حد ذاتها ما بتقومش بيها، هو حط عليها حاجة خلاها تقوم بتغيير التركيبة الكيميائية بتاعتها وتشتغل. بعد ما بتأدي شغلها بيروح الكبد، طبعا بيبعتها على الدورة الدموية، الكلى بتتخلص منها عن طريق الكلى البول. يبقى إذن أنا عندي حكاية تنقية الجسم من السموم، دي أحد الوظائف الرئيسية للكبد. هو السؤال هنا إزاي أحافظ على الكبد، مش إزاي أنقي من السموم، هو بينقي الجسم من السموم، لكن إزاي أحافظ على الكبد ده موضوع بقى كبير قوي ومحتاج إلى كلام كتير جدا عشان نقول إزاي نحافظ على الكبد. ومعانا تواصل هاتفي من الأستاذ عمرو. أستاذ عمرو أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا مرحبا. بعد إذن بس أذكر أنا دايما باستمرار عندي انتفاخ. أيوه. وحللت لقيت عندي أميبا. خدت الدواء بتاع الأميبا بيعمل لي انتفاخ باستمرار. وبطني بتوجعني وعندي عسر هضم، خدت ادويه كتير برضو مش لاقي اي نتيجه معاها خالص، يعني ما يعني لدرجه انا بس بقعد بره في الشغل بره اكتر من 24 ساعه بطريقه عامله، باكل اكل يعني تكوين ما فيش، برضو بيتعبني برضو. هو حضرتك عملت موجات صوتيه على البطن؟ لا هو دوبك بس خدت عملت تحاليل الطبيه بتاعتها الخاصه بيها، واخدت ادويه وبرشام وفوار فقط لا غير، بس عشان حاجه. هو احنا ننصح طبعا ان احنا نعمل موجات صوتيه على البطن علشان اشوف الكبد، اشوف المراره. قصه الاميبا والقولون ده مساله، ده تشخيص يجي في الاخر. طالما انت ما ارتحتش مع الادويه العاديه اللي كتبها الممارس العام، يبقى نرجع تاني بقى ندخل على حته التخصص. اروح حد جهاز هضمي يعمل لي سونار. عمل سونار، شاف المراره، شاف الكبد، شاف الطحال، شاف الكليتين، شاف المسائل ماشيه ازاي. لا في مشكله في الكبد هيطلب تحاليل للكبد، لا في مشكله في الكلى هيطلب تحاليل للكلى، لا في مشكله في المراره هيبتدي يتكلم ويقول المراره تقعد ولا تتشال. لا كل ده سليم، يبقى نبتدي ان احنا نعمل فحوصات متخصصه شويه، صوره دم كامله، ويتعمل فحوصات للكبد وللكلى، اطمنا ان الوظيفه سليمه والاعضاء سليمه، يبقى نبتدي نتكلم بقى في قصه القولون والاميبا والمطهرات، ونتابع الحاله عادي جدا ما فيش ادنى مشكله فيه. ايه انا بشكرك يا استاذ عمرو. فيها دكتور برضو شيء اللي هي الشطة. وصفة بلدي كنت بسمع ستي وجراني ورجل الشارع البسيط يقول لك كل الشطة علشان تنشط الكبد. لا هي مش بتنشط الكبد، هي بتنشط الدورة الدموية. مالهاش علاقة بالكبد. لا هي مش بتنشط الكبد، هي بتنشط الدورة الدموية. يعني اللي بياكل شطة بعد شوية تلاقي عينه حمرت، ولو زاد شوية في الشطة يعرق. العرق وحمران العين ده معنى ايه؟ فازو دايلاتيشن، توسيع الشرايين. فبتفيد الشرايين، بتفيد الدوره الدمويه بصفه عامه بتنشطها. لكن الكبد لا، بالعكس الكبد ممكن يتضر جدا من الشطه. يتضر من الشطه؟ لان مريض الكبد دايما عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، وعنده احتقان في القناه الهضميه، وعنده دوالي مريء مثلا في مراحل معينه. لما تدي له شطه ده انت اذيته اخر اذى. ده الشطه دي هتعمل له التهابات جامده في المعده، هتزود الحموضه، هتعمل له ارتجاع في المليء، ممكن ينزف من الجهاز الهضمي ويرجع دم لو خد كميه شطه كبيره تتزود الاسيديتي، الاسيد يطلع على الدوالي المليء وهي مش مستاهله حد يلمسها. ايوه. وتبقى قضيه، تبقى مشكله كبيره جدا. كبيره طبعا. بالنسبه لزراعه الكبد والعمليات المكلفه وغاليه جدا، وبنسمع عنها زراعه الكبد وممكن حد يتبرع بجزء من الكبد والى اخره، هل نسبة نجاحها مضمونة دكتور؟ هو احنا نتكلم بقى قصة زراعة الكبد دي احنا بنقولها امتى؟ احنا عندنا الكبد بيمر بمراحل تلفيات معينة، الاصابة بتزيد 25% 50% 75% بقى من المرحلة الرابعة، 80% من الكبد باظ خلاص، تيرمينال الكبد كده جاب اخره. العين بيبقى في حالة نفسية وحشة وبيبقى في حالة صحية وحشة. خلل وظائف في الكبد بيخلي العيان ميه في بطنه، الالبومين قليل، البروثرومبين طيب مش مظبوط، يعني عنده عرضه للنزيف، وبيبقى العيان حاله سيئه قوي. هنا بنبتدي نشوف ان مفيش امل ان الكبد يستعيد نفسه تاني، او بعض الامراض بتبقى اسوأ شويه لما يظهر بؤر اورام خبيثه في الكبد. لو اتثابت في الجسم يبقى الورم الخبيث هينتشر على الجسم، هينتشر، هيروح هيعمل لي هنا وهيعمل لي هنا، وهتبقى الموضوع صعب قوي ان اجري ورا ورم في الجسم. يبقى هنا لما نقول للعيان
احنا لازم نشيل الكبد ده لان الكبد ده اصبح مشكله عندنا ونحط حاجه جديده. الحاجه الجديده اللي احنا هنحطها ايه؟ كبد كامل ولا فص من الكبد؟ جزئي او كلي؟ زراعه الكبد الكامل مش موجوده في حته في العالم غير في الصين. في الصين بس، ولا الامريكان بيعملوها ولا الالمان بيعملوها ولا الانجليز ولا جميع مدارس الطب في العالم بتعمل زراعه كبد كامل. ده بيتعمل عند جماعه بتوع الصين بس. بقيه العالم بنعمل زراعه جزئيه. طبعا الكبد الكامل ده انت مش بتاخده من من حد عايش، ده انت بتاخده من حد ميت. يبقى الدونر بتاعنا هنا يكون جثه لسه طازه، والكبد ده لسه في حاله نشاط، وبعدين يكون في توافق في الانسجه والجسم مش هيرفضه، ليها ضوابط كتير. زراعه فص من الكبد ده المتاح في العالم وفي مصر. مراكز زراعه الكبد عندنا موجوده وكتير. القصه هنا بقى ان اللي بيقوم بزراعه الكبد مش دكتور ولا اتنين ولا ثلاثه، ده هم تو تيمز. طب هرجع لحضرتك تاني بس علشان خاطر معايا الاستاذ جمال بقاله فتره على التليفون من بني سويف. استاذ جمال اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم الدكتور؟ اتفضل يا فندم. انت معايا لو سمعت يا دكتور. انا كان عندي فيروس سي وخدت الانترفيرون لحد ال 12، طلعت النتيجه نيجاتيف. تمام. كملت ال 24 طلع فيه نزف. سنة كم سنه؟ 47. النسبه في الاول لو سمحت كانت 85000 وكسور يعني، وحوالي 750. نزلت النسبه بقت 12850. فوقفونا عن الحقن على كده، ورحت الدكتور عطاني علاج اللي هو اوروبلاس. قال لي تمشي عليه شهرين. عملت تحاليل طلعت يعني نسبه دهون عاليه من يعني اللي هي ال 35 طلعت حوالي 43. تمام. بس كده يعني. هو طبعا القصه كده ان انت غير مستجيب للانترفيرون. علشان كده دايما بقول ان الانترفيرون بالنسبه لي مش هو علامه الشفاء. الانترفيرون سوري البي سي ار، رقم البي سي ار، الرقم اللي بيطلع في البي سي ار ده بالنسبه لي ما هواش علامه الشفاء. علامه الشفاء بالنسبه لي اعراض الكبد واعراض المشاكل الموجوده في الكبد والاعراض اللي العيان بيحس بيها وعمليه الالتهاب الكبد المزمن اللي بتبان في السونار وبتبان في حياه المريض. البي سي ار هنا لما بيدي الاول رقم اخد الانترفيرون 12 حقنه ادى سلبي. المفروض طول ما بكمل بيكمل سلبي. لكن الانترفيرون كدواء ليه ضوابط كتير، ليه نسبه سميه عاليه، المفروض لما بيتاخد نبقى عارفين ان نسبه فشله تقريبا 70%. يعني المريض يبقى فاهم ان هو لما بياخد دواء هذا الدواء يؤثر على اجزاء كبيره في جسمه بالسلب وبيعمل مشاكل كبيره جدا، وقد يحدث منه مشاكل في الدم او في الخصيه او في الجلد او في العظم او في قاع العين او في القلب، يبقى هو عارف. وفي نفس الوقت نبقى مفهمين المريض ان احنا ممكن نوقف الدواء ده في اي وقت من الاوقات نتيجه مشكله عملها الدواء في جسم المريض او نتيجه ان الاستجابه للفيروس رجعت تاني تنشط. انا باخد الانترفيرون 12 حقنه اداني سلبي، بعد كده اداني رقم بوقف الانترفيرون، يبقى كده الجسم غير مستجيب للانترفيرون. بعض الاطباء يقول لك لا ناخد انترفيرون تاني. لا ما ينفعش، هيدي وبعد كده يدي رقم ويفضل الحدوته موجوده وما بينبنيش غير ان نسبه السميه العاليه والاعراض الجانبيه السيئه بتحصل للمريض. فدي عمليه ما هياش كويسه وما هياش حاجه كويسه. احنا كده بنعمل شيفت ونقول للمريض طب خد اورسو بلس وخد مدعمات للكبد. والله هو ده المتاح عندنا وهي دي الادويه المتاحه. الدنيا بره بقى دلوقتي يا استاذ احمد الموضوع مختلف تماما، احنا اتاخرنا شويه. تمام. لكن الناس بره دلوقتي عندهم حلول. يعني الصين مثلا عندهم ادويه بيدوها حقن بتعالج الفيروس. امريكان عندهم الكلام ده في كبسولات مثلا وفي حقن. الادويه الامريكيه الكبسولات الامريكيه بتشتغل على تايب 1 وتايب 2، دول يعني مش هم منتشرين في مصر قوي. الكبسول ب 10000 دولار الكبسول. علبه الكبسول دي اللي احنا بنقول هتنزل مصر بعد سنه او بتاع، فعاليتها كويسه توصل 70% سي كويس. ولكن مش افوردبل، المريض المصري ما يقدرش يدفع 10000 دولار في علبه كبسول. بالظبط طبعا. ولو خدها ممكن يعني لغايه امتى؟ ايوه. والاستجابه هتبقى قد ايه؟ والفتره طويله. ده الكلام.
فعشان كده بقول ان طرق العلاج الحديثة الفيروس سي موجودة في كل حتة في العالم، وفي كلام، وفي الهند عندهم ادوية برضو حاجة كده هم مطلعينها من شوية اعشاب، حاجة زي الكزبرة ده، في شوية اعشاب كان عندهم في الهند غريبة قوي. هم عاملين كوكتيل من الاعشاب ده برضو بتعالج برضو بفعلا بينزل البي سي ار وبيبقى فيه استجابة كويسة بعض المرضى طبعا. أي. احنا ما عندناش في الطب 100%، ما عندناش في الطب 100%. يعني لو انت اديت لخمس عيانين عندهم سكر 300 نفس الاقراص، الخمس عيانين هيجوا لك بخمس اليات مختلفه تماما. واحد 300 يجيب ياخد نفس الاقراص يطلع ل 400، الثاني ينزل ل 280، واحد ينزل ل 110، لكن كل ده لسه السكر موجود. وبالتالي جميع الادويه اللي احنا بنديها بتوع مثلا مرضى فيروس سي يقول لك البي سي ار، ما هو البي سي ار ده بالنسبه لي انديكيتور، يعني مؤشر بقيس بيه هزود الجرعه ولا نقص الجرعه ولا اكتب علاج ازاي ولا اعمل ايه. تمام. لكن مش معنى ان البي سي ار بيعلى يبقى انا هوقف الدواء خالص. الا في حاله الانترفرون، لان الانترفرون ده مش اي دواء، ده دواء خطير وله مشاكل عديده. احنا قلنا قبل كده في الحلقه السابقه وفي حلقات اخرى ان الانترفرون له اعمار معينه بيجيب فيها نتيجه كويسه في السن الصغير. في السن الصغير انما ما يبقاش فيه مجازفه بالنسبه للاعمار العشرينات بكتير الثلاثينات، بعد سن الاربعين كفاءته بتبقى قليله والعيان بيشعر باعراض قويه جدا. يعني ممكن يكون في ضرر عليه بعد سن الثلاثين، وكمان مش في اي وزن، لازم اوزان معينه. اوزان معينه، ومش اي مريض ومش اي فيروس كمان. يعني كتير جدا من سلالات الفيروس ما بتستجيبش الانترفرون سواء المصري او مستورد. تمام. معايا اتصال من ام محمد. ام محمد اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بشكر الاول الحلقه المفيده دي، وبشكر خاصه الدكتور عصام اللبان. انا ما لسه يعني متابعه للقناه دي وعجبت بها جدا الصراحه وفي الافاده، وبوجه له ان شاء الله ربنا يزيدك علم لما تتواضع وتنفع الناس، ربنا ينفع بيك ان شاء الله. اللهم انا سبق اني كلمت حضرتك قبل كده ان انا عندي افرازات ومحيرانه دي لها فتره طويله، افرازات سائله ولذيذه يا دكتور، وبتاثر خالص باي ريحه مش كويسه او باي ادوار انفلونزا. انا كمدرسه مثلا طباشير وبتاع، فعلى طول الاقي نفسي عندي افرازات من بق كتيره ماليه بقي، واحترت يا دكتور ان هل هي من الجيوب الانفيه او من معدتي، وخاصه الحموضه بتزيد عندي في الصبح مثلا لو كدت اي حاجه بسكوتايه احس بحرجان، شربت ميه ساقعه برضه احس اني عايزه ارجع من القيء، بس برتاح اكتر ما مثلا ميه دافيه يعني حاجه دافيه اعملها، انما الساقع بيتعبني. تمام. فيعني ارجو الافاده. كنت قلت لحضرتك في لقاء سابق ان انا هكتب لك مضادات حموضه وبسطت لي الامر، فيعني بقول لحضرتك الافرازات دي ممكن تكون سائله ولذيذه احيانا مع الترخيم مع جل مؤثر يا دكتور. اي اسئله يا دكتور اجاوب لك عليها؟ يعني لا، هو كده هي الصوره واضحه، بس هو طبعا احنا ما ينفعش نقول اسامي التلفزيون، ما ينفعش نقول اسامي ادويه على الهواء، فحضرتك خد رقم تليفوني واكلمك بعد الحلقه. إيه، انا بشكرك يا محمد، ويا ريت في الكنترول يدوكي رقم الدكتور عصام وتتابعي مع الدكتور ان شاء الله. لو قلنا اسامي ادويه هتبقى اعلان. إيه، معايا اتصال. هاي دكتور، احنا كنا وقفنا عند زراعه الكبد، وان الدكتور الصيني والدكتور الامريكاني بيبرعوا في، الدكتور الصيني بيبرع في، هم بيعملوها في الصين. هو الليفر ترانسبلانت، والهول ليفر يعني الكبد كامل، وده قصه بتتعمل من دونر ميت، يعني اللي بناخد الكبد من جثه. لكن عندنا اللي بيتم في العالم كله هو زراعه فص من الكبد. دي بقى مثلا واحد بيتبرع بقى، يعني بيجيبوا حد من اقارب الدرجه الاولى، مثلا ابن هيدي فص لابوه او لامه، ويكون نفس فصيله الدم، ويكون في تطابق في الانسجه، وبعدين نبتدي بقى نشوف بيتعمل ترابيزتين على عمليات، ترابيزه بتشيل فص من المعطي، والترابيزه الثانيه بتشيل الكبد اللي موجود البايظ اللي فيه اورام او اللي فيه مشاكل، عمليه استئصال، وبعدين عمليه تركيب ثاني بقى للفص، وتوصيل الشرايين بتاعته، وتوصيل الوصلات اللي بيركب بيها. فدي عمليه اولا تايم كونسيومنج، بتاخد وقت كبير جدا، تصل مثلا ممكن 12 ساعه متواصله. طبعا. طب بس انا في حاجه برضه يا دكتور عشان نكون صريحين، ان انا حاسس ان معظم الناس اللي بتعمل العمليات اللي زي دي عمرهم ما بيزيدش عن 5 سنين وبيتوفوا. إيه طبعا هي الاعمار بيد الله، لكن انا بفضل من وجهه نظري يعني طبعا هو اصلا لو قعد بالكبد بتاعه مش هيقعد 5 شهور. 5 سنين ده رقم حلو قوي. جميل في الحياه. لو قعد 5 سنين ده يبقى خلينا في العلاج افضل. لا، ما هو هنا انت بتوصل لمرحله الترانسبلانت، انت ده عضو باظ. يعني مثلا مريض القلب اللي عنده فشل في القلب تماما، كفاءة عضلة قلبه دي ما تعيشوش شهر. ايوه. وراح لفلان وفلان ده عمل له ترانسبلانت وحط له قلب سليم،
وعاش بيه سنتين ثلاثة خمسة ده كويس حلو جدا. ومعايا ومعاكم الأستاذ أحمد في اتصال تليفوني. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ أحمد. اتفضل أتكلم الدكتورة أسامة لو سمحت. اتفضل اتفضل. يا ريت توطي التلفزيون. يا ريت يا أستاذ أحمد نوطي التلفزيون وتسمعني من خلال التليفون. ماشي. أنا عندي 58 سنة. فوجئت إن أنا عندي فيروس سي. تمام. عدده 882,300. تمام. حضرتك تنصح بالعلاج ولا بالانترفيو؟ لا الانترفيرون لا. الانترفيرون لا. ايه حضرتك ايه الانترفيرون في سن حضرتك؟ لا الانترفيرون بعد سن الاربعين بيبقى نتائجه مش كويسة قوي، بعد سن الخمسين بتبقى نتائج اقل بكتير وفرص الاعراض الجانبية بتبقى اكتر. ويعني لو خدنا الانترفيرون في دكاترة كتير بيحبوا يدوه بيكتبوه في جميع الاعمار، بس انا ما يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لو انا دواء ذو خطورة عالية هحكم ان انا اديه المريض، يبقى لازم المريض يبقى قدام عيني بصفة مستمرة متابعة، ولازم المريض ده ابقى انا ضامن مليون في المية انه هيفضل اندر كنترول طول ما بياخد العلاج ده، علشان ممكن يحصل مشاكل ويقولك طب ما انت اللي كتبت لي العلاج. طب ما انا قلت لك تعال عشان نحلل، ما هو ما جاش، اصل كان عندنا فرح، اصل كنت مسافر. عندنا فرح كنت مسافر جه ميعاد المتابعه بتاعه وحصل ان صوره الدم بدات تتغير، الصفائح الدمويه نزلت، كرات الدم الحمراء نزلت، كرات الدم البيضاء نزلت، وهو ما جاش ومش على الحقن، يقول لك اهو خلاص. واحنا عندنا الكلام ده كتير قوي. طبعا عندنا الكلام ده كتير قوي يعني. يخش في حاجه اسمها بون مارو ديبريشن. ايه ده؟ نخاع بتاع العظم بتاعه باظ. نخاع العظم باظ يعني ايه؟ ما ده مصنع الدم. اللي بيصنع الدم. يبقى الانترفيرون كده عمل ايه بقى؟ مش ضرب الفيروس بس، لا ضرب المصنع بتاع دم العيان. ما تنفعش حتى في، يبقى دخل في انيميا شديده، دخل في كرات دم ناقصه مناعه شديد، دخل في صفائح دمويه قليله جدا، يعني داخل في مشاكل كبيره جدا. طب ده هنعمل فيها يا دكتور؟ نعمل له زرع نخاع. عمليه بتكلف نص مليون جنيه ومش في مصر. إيه ومعايا الاستاذ ابراهيم من سوهاج. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. لو تسمح انا استفسر من الدكتور بس بالنسبه للاجسام المضاده. تمام مع حضرتك الدكتور. اتفضل. ماشي اتفضل معاك. اتفضل سؤالك. اتفضل حضرتك. بالنسبه للاجسام المضاده، اجسام مضاده لايه؟ لفيروس ايه؟ لفيروس سي. لفيروس سي يعني حلل لها اجسام مضاده؟ اه حللت جيت اجسام مضاده، اما البي سي ار فنيجاتيف. طيب ده كلام جميل خالص. الكلام ده بقاله قد ايه؟ الكلام من فتره يعني من حوالي شهر كده. بقالك شهر. هنستنى كمان خمس شهور يبقى عدى ست شهور ونعمل بي سي ار تاني. لا ده البي سي ار التاني اللي هو اللي بعد شهر، من حوالي شهر عملته برضه. يعني انا بسال سؤال دلوقتي، الاجسام المضاده موجوده والبي سي ار بيدي سلبي، ده معناه ان الفيروس دخل الجسم بنسبه بسيطه. بهذه النسبه البسيطه حاجه من الاثنين، يا جهاز المناعه اتغلب على الفيروس وكله احل اجسام مضاده والفيروس بي سي ار نيجاتيف، يا اما لسه دخل الجسم جديد باين في الاجسام المضاده وما ظهرش في البي سي ار، بنعيد البي سي ار بعد فتره ونشوفه هيظهر فيه ولا لا. ظهر يبقى اوكي، ما ظهرش يبقى الموضوع ده تنساه وما فيش ادنى مشكله فيه. والاجسام المضاده بقائها ما يزعلش في حاجه، لان دي حاجه خاصه بجهاز المناعه. اجسام مضاده خاصه بجهاز المناعه. انا بشكرك يا استاذ ابراهيم. هم بيبقوا زعلانين ان اجسام مضاده بتمنعهم من السفر مثلا او حاجه، لان هي قصه الاجسام المضاده هو الـ 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 الموضوع عندنا موضوع البي سي ار. ان الفيروس موجود ولا مش موجود. طول ما البي سي ار بيدي سلبي يبقى الفيروس مش موجود. يعني لو انا جيت خدت منك عين الدم دلوقتي وعملت لك اجسام مضاده بتاعه الحصبه هلاقي حصبه، هل ده معناه ان انت عندك حصبه؟ لا، ده انت خدت الحصبه وانت عندك سنتين والنهارده لسه جهاز المناعه بتاعك شغال بيطلع الاجسام المضاده. ده مش معناه وجود الفيروس. مش معناه وجود فليست الفيروس. الاجسام المضاده هي دليل على وجود الفيروس. تمام. دليل على وجود الفيروس البي سي ار. البي سي ار هو الفيصل في هذا الموضوع. واستاذ احمد معايا من القاهره. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال بس الدكتور؟ اتفضل يا استاذ. لو سمحت يا دكتور بس كان في عند السره عندي كده تحتيها بيجي لي زي شكه كده. بتيجي من وقت للتاني وساعات ما بتبقاش موجوده خالص وساعات بيبقى جنبيها كده، يعني بتحصل لي من وقت للتاني كده بالذات لما مجهد. يعني بتحصل مع الاكل مثلا ولا لما تيجي تتحرك وتبذل مجهود؟
لا لما بتحرك ما بيكونش في مشكلة. يعني مش مرتبطة بالعضلات، لا يعني مش الموضوع داخلي. لا الموضوع داخلي يعني. طيب عملت تحليل مثلا، شفت الديدان والطفيليات والقصة دي؟ أنا كنت عامل تحليل، مفيش حاجة. السونار كويس مفيش حاجة؟ لا ما عملتش سونار. طب نعمل سونار، نعمل سونار. ماشي. لأن هو الحدوتة كلها حدوتة السونار، يطلع السونار فري خلاص يبقى ما عنديش حاجة أقل منها. يطلع بقى مشاكل في القولون العادية. تمام. الديدان الدبوسية، الديدان الأسكاريس، تعمل برضه تقلصات. ملوش علاقة بالشك ده، ملوش علاقة بالكبد. لا. لا بعيد عن الكبد. بعيد عن القصة دي. في أمر مهم جدا تلاحظ لي وتلاحظ إلى ناس كتير من المشاهدين، انتشار أمراض الكبد والفيروسات الكبدية في محافظات الوجه البحري. يمكن حضرتك بتلاحظ كده إن نسبة المرضى بتيجي كتير من الوجه البحري. هو مش الوجه البحري بس، هي من البيئة الريفية بصفة عامة، سواء بحري أو قبلي. طب نقدر البيئة الريفية عندهم سسبتابيليتي اللي هي القابلية. يعني في حاجة عندنا اسمها طب المجتمع، طب المجتمع ده يعني الطب اللي بيبحث في الأمراض اللي تصيب الناس في بيئة معينة. فلك مثلا الناس اللي عندهم في الساحل يجي لهم مشاكل الغده الدرقيه اكتر. الناس اللي عندهم في البيئه الريفيه، طبعا احنا عندنا بلهارسيا متوطنه كتير، فالبلهارسيا علشان متوطنه وموجوده بصفه مستمره دي بتضعف الكبد، فالكبد عرضه للاصابه بالفيروسات الكبديه ان يحصل منه مشاكل اكتر. تمام. يعني العيان مثلا لما بقى عنده بلهارسيا وتلاقي الكبد مثلا عنده البي سي ار بتاعه 10000 و18000 و30000، ارقام بسيطه جدا. وتلاقي عمليه تليف جامده قوي. ليه؟ لان البلهارسيا اصلا بتعمل تليف، هي مش داخله على كبد سليم. ايوه. الفيروس السؤال ده كنت هساله لك برضه، هو الفيروس داخل على كبد في بلهارسيا، داخل على كبد مصاب، لا الاجواء مهيئه يشتغل بسرعه. لما بيدخل على كبد سليم يبقى انا عندي خلايا بتقاوم وعندي جهاز مناعه بيقاوم وعندي الدنيا بتقاوم. تمام. في قوه ومقاومه. تمام. لكن احنا مشكلتنا في الارياف والبيئه الريفيه بصفه عامه سواء في الصعيد او في وجه بحري هي مشكله البلهارسيا. في بقى حاجه تانية مهمه، ان دوده البلهارسيا تحمل الطور المعدي اللي هو السركاريا بيحمل معاه فيروس. طب من الارياف والبلهارسيا اللي هنرجع لها مره تانية الى الاسكندريه، واتصال تليفوني من الاستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمد، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا، اتفضل. هكلم الدكتور صح؟ انت معايا حضرتك، اتفضل. 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 دكتور انا عندي فيروس سبع سنين. فيروس وباخد علاج برشام بس. سنك كم سنه؟ ومش عارف اعمل ايه. سنك كم سنه يا محمد؟ نعم. كان سنك كم سنه؟ 67 سنه. ربنا يديك الصحة. 67 سنة و 67 سنة. وطبعا ما بيدوك اللي هو مدعمات الكبد والأدوية العادية. نعم. طبعا بتاخد الأدوية اللي هي المكملات الغذائية والكلام ده. المكملات الغذائية تقوية المناعة. والمحسنات اللي هي الفوار والحاجات دي. طيب هو أفضل إن احنا نتقابل، أشوف حضرتك، أشوف الورق اللي عندنا إيه، اشوف ايه المتاح ونقدر نتكلم بصوره اوضح. الاجابه دايما على السؤال ده دايما اقولها للمريض، لازم نتقابل. قصه ان انا اقول لك انا عندي فيروس سي اخد علاج ايه؟ يا راجل ده انا لو قلت لك انا عندي كحه واخد علاج ايه؟ لازم اشوفك. يعني الكحه دي ببلغم ولا من غير بلغم؟ اللي ببلغم ليها كلام، ولما اسمع بالسماعه تزييق ليه كلام، ولو ما فيش تزييق يبقى ليه كلام، والكحه دي ممكن تبقى من الحلق مش بالزبط. من الصدر. ما عشان كده الموضوع ده محتاج حلقات كتير، ومحتاج حاجة مهمة جدا هسألها لك برضو، بس بعد ما نرجع تاني للي احنا هنقدمه لأمراض لإخواتنا اللي في الأرياف مصابين البلهارسيا ومصابين أمراض الكبد. دكتور عصام النهاردة هيقدم لهم إيه ويقدر يتواصلوا معك إزاي يا دكتور؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا دلوقتي بالنسبة للمرضى بتوعنا اللي هم مصابين، مثلا أنا دلوقتي عندي نسبة إصابة عالية جدا لفيروس سي، عندي نسبة إصابة عالية جدا للبلهارسي. واحد بقدر الإمكان بيحاول إن هو يتواصل مع الناس علشان يعني حتى التثقيف الصحي والتوعية الصحية من خلال برامج، من خلال لما بنتقابل، لأن لما بنتقابل بيبقى في كلام تاني المريض بيطلع بيه. يعني المريض ممكن يعني يقعد قدامك ويتكلم ويقول لك أنا عندي كذا كذا كذا، وبعدين يروح مطلع لك شوية ورق من 2010 و2009، فانت تبص في الورق تلاقي الدنيا كويسه، طلعت عين على السرير تلاقي قصه ثانيه، حاجه ثانيه. تمام. انت بقالك 3 سنين ما عملتش، لا ما عملتش، ما رحتش، لا ما رحتش، ما جيتش، لا ما جيتش. تلاقي الموضوع تطور. تمام. فهنا المشكله، المشكله هنا هي قصه الوعي. يعني احنا نقدم اول حاجه ايه؟ الوعي. الوعي البيئي. التوعيه، دي اول حاجه نقدمها. ان احنا يبقى فيه خلاص عرفنا مواعيد مشاهده البرنامج ده،
انا البرنامج ده هقعد علشان انا هستفيد معلومه، البرنامج ده بيديني فكره تثقيف صحي، لو حسيت بكذا هعمل ايه، لو خليت هحس بايه، لو خليت هحس بايه. طيب هذا البرنامج او اي دكتور بيطلع في التلفزيون او اي دكتور بيتكلم، هو بيتكلم عن الحالات بصفه عامه، لكن ايه اللي ينفع لي انا؟ مش لا ده لازم ان احنا بالظبط يكون في رؤيه. يعني دلوقتي انا هاخد علاج ايه للقصه الفلانيه؟ لا، ما القصه الفلانيه دي ليها مراحل. القصه الفلانيه دي فيها كلام كتير بيتقال، في امور فنيه بتكون مش من خلال السماع التلفزيوني او يعني حتى ايه مثلا ممكن مريض يتصل بيا يقول يا دكتور انا عندي فيروس سي، تحب اعمل تحليل ايه قبل ما اجي لك؟ فاروح قايل له على التحاليل الاساسيه، طب اعمل مثلا بي سي ار، اعمل وظائف كبد وصوره دم وتعالى لي. اول ما يجي له ونكشف، لا ده انا عايز بقى وظائف كلى، لا ده انا عايز تحليل غده درقيه، لا ده انا عايز تحليل بروثرومبين، لا ده انا عايز تحليل كالسيوم، لا ده انا عايز تحليل يوريك اسيد. تمام، اذا بيطلع كلام تاني. تمام عشان تبقى انت قدامك الصوره كامله. تمام بالظبط. لكن هتقول لي ده حليل فيروس سي ايه، هقول لك 1 2 3. طب ما احنا كشفنا لقينا كلام تاني بقى في 4 5 6. زادت الامور. ومعايا الاستاذ محمد من البحيره. اهلا بيك يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا دكتور. يا مرحبا. انا عندي 29 سنه وبناخد الانتر برو، وايام ما كنت بنوضب التحليل وكده عشان الانتر برو، وانا بنعمل موجات توطيع البصل، لقيت عندي دهون على الكبد وكان عندي نسبه بالهرسه، وخدت لها علاج بس ما حلتش تاني. وانا خدت دلوقتي 20 حقنه انتر برو، ودلوقتي بصل مش مرتاح خالص، وعندي الم مكان الكبد كده. مش عارف، انا عايز اجي حضرتك يعني التحليل ماشيه سلبي يعني؟ نعم. التحليل ماشيه سلبي؟ التحاليل ماشيه سلبي، 12 سلبي بس ما حليش الاربوكرين لسه. بس انا عايز اجي احكي لك، عندي الم في بطني مش مرتاح خالص يا دكتور، بقالي سنه بالظبط مش مرتاح من بطني. انت حضرتك هتديني حاجه مع الانترفرو ولا ايه بس؟ ما هو ده كده، دي اعراض لالتهاب الكبد المزمن. ما انت كده الكلام اللي بتقوله ده معناه ان انت الكبد عندك ما زال يعاني من وطأة الدواء ومن وطأة الفيروس. فالكلام اللي حضرتك بتقوله هذه الاعراض، ده معناه ان الكبد تعبان. عندي الم في مكان الكبد كده، فبنكشف بيقولوا مكان العينه بتاعت الكبد. مكان العينه بتاعت الكبد، عينه الكبد يا جماعه دي عباره عن ابره صغيره، انا بدخل باخد بيها وبخرج، ما بتسيبش اثر للدرجه دي، مساله موضوعيه. طب نيجي لحضرتك وتشوف حضرتك تشوفني. انت تشرفني في اي وقت، انا بابي مفتوح و انا عايش معهود عنك دايما، عايش في هذه المهنه يعني العمر كله، ما فيش قد مشكله، وهو امر معهود عنك يا دكتور عصام دائما. يعني ان احنا يعني اصل دي نقطه يعني اساسيه، نقطه انت في حياتك المهنيه في امور لازم تبقى واضحه. تمام. الاجر اللي بياخده الدكتور مش قيمه الكشف. قيمه الكشف ده موضوع بسيط خالص، ده موضوع عشان تمشي حياتك بيه. موضوع تمام. يعني قيمه الكشف دي هي قيمه، مش دي قيمه اللي انت بتقدمها. قيمه الكشف دي هي اللي انت بتمشي حياتك بيها. تدفع فواتيرك وحياتك ومواصلاتك ودنيتك. لكن القيمه الحقيقيه في حياه الطبيب هو المريض نفسه. تاديه الرساله. هو المريض نفسه. ما هو لذلك هو ان انت تكون سبب في شفاء حد. لذلك ان عيان يحلل ويجيب لك مثلا فيروس سي سلبي، يعني من 3 4 يعني امبارح او اول امبارح تقريبا، انا كنت في العياده امبارح، امبارح مثلا كان في 3 حالات جابوا لي فيروس سي سلبي. ففيروس سي سلبي وفي وقت قليل مثلا وفي كورسات علاج لم تتجاوز 6 شهور او 7 شهور، ده بالنسبه لي يعني نقله كبيره جدا. العيانين دول لما خدوا الورق ده وراحوا الدكاتره ووروهم الورق وفعلا سلبي واتعاد في معمل تاني ومعمل تالت وطلعت نفس النتائج، طب الكلام ده يا جماعه كلام كويس. تمام. الدعاء بقى اللي انت بتاخده هو ده اللي داخل معاك القبر. ما هو ده اللي قاعد. وهرجع لحديث قدسي هقوله لحضرتك بعد ما ياخد مدام صافي من القاهره. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك يا مدام صافي. ممكن اكلم الدكتور عصام؟ مع حضرتك اتفضلي. ماشي قوي، شكرا. دكتور انت طبعا اديت لنا بصراحه وجبه دسمه جدا على الكبد والفيروس سي واسبابه والحاجات. انا عايزه اسال حضرتك سؤال، ازاي يعني واحد سليم يعني الحمد لله ازاي يحافظ على الكبد بتاعه؟ ايوه. وبعدين انا يعني بسمع ان هو لما بتبقى الانزيمات الكبد عاليه او في حاجه في الكبد لازم يبقى فيه المناعه تبقى قويه. طب ايه الحاجات اللي بتقوي المناعه؟ حاضر. يبقى نتكلم عن انزيمات الكبد العاليه وقصة المناعة. أنا بشكرك يا مدام صافي. وقبل ما نخش على الموضوع ده دكتور، تصديقا لكلامك قاله المولى عز وجل في حديثه القدسي عندما تحدث مع سيدنا موسى عليه السلام وكان كليم الله، قال يا ربي لقد خلقت الداء وخلقت الدواء فلما خلقت الأطباء؟ قال ليطمئنوا عبادي ويأتون أرزاقهم.
العامل النفسي هنا في المقام الأول والطمأنينة، ثم فيزيتة الدكتور اللي حضرتك أشرت إليها لكي تكون إتيان للرزق. نرجع لسؤال مدام صافي، فضل. كنت كتبت قصيدة مرة فبقول فليس الطبيب تاجر فاطمي. الله. الطبيب مش تاجر بالظبط، وما ينفعش الطبيب يتاجر. أنت تمتهن مهنة الطب كمهنة إن أنت تعيش منها، لكن تمتهن مهنة الطب بشكل يعني يخرجك عن آداب المهنة ويدخلك في قصة يعني استغلال المرضى والمتاجرة بآلام المرضى، الكلام ده كلام مؤذي جدا على مستوى الآخرة. بالظبط. يعني مؤذي جدا الواحد لما يفضل ربنا يوم القيامة ويسأل كيف أهدر صحة الناس وأموالهم، صعبة. بالظبط. هنجاوب على سؤال مدام صافي بعد هذا الفاصل، تابعونا وما تروحوش بعيد. عدنا إليكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال مع الطب في حياتنا، وضيفي وضيفكم الدكتور عصام اللبان. دكتور عصام، في سؤال مهم جدا، الأجهزة المساعدة للطبيب، ويمكن أنا شفت أجهزة كتيرة جدا على ما أعتقد أني شفتها عند حضرتك وما كانتش موجودة عند دكاترة تانية، اللي هو التنويه عن دور الموجات الصوتية في التشخيص وأجيال الموجات الصوتية. دي عبارة عن إيه يا دكتور؟ وفايدتها إيه للطبيب؟ لو تلاحظ حتى كل اللي بيتصل أقول له أعمل موجات صوتية. هو الصباط ده صندوق مقفول. يعني أنا لما يجي لي مريض أنيمه كده على سرير الكشف وبعدين أحط إصبعي كده وأقول له دي اللي بتوجعك، يقول لي أقول له كده عندك حصويتين في المرارة؟ استحالة. اقول له ده انت كده عندك تضخم في الكبد، صعب قوي ان انت تحسه بايدك، ولو حسيته بايدك ممكن الايد دي فولس امبريشن، يعني تدي برضو مش هي التشخيص السليم. الفحص الكلينيكال اللي احنا اتعلمناه بايدينا من ايام ما كنا في الكليه من 30 سنه ده كلام، واللي موجود النهارده كلام تاني خالص. النهارده المسائل بقت اسهل من كده بكتير، زي الفرق ما بين الطريقه اللي كانت جدتي بتغسل بيها والطريقه اللي المدام بتغسل بيها. نفس الكلام، انا ما اجي النهارده بفحص بالموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه ده اختراع موجود في العالم في السبعينات، ظهر وبدا ياخد رول كويس وياخد دور في التشخيص. زي الموبايل، الاول كان موبايل تتصل وتقفل، بعد كده بقى فيه اجيال تانية من الموبايل بكاميرا وبتاع، بعد كده في اجيال من الموبايل بتدخل على النت وايميلات، بقيت يعني قصه تانية. نفس الحدوته هي نفس التكنولوجي بتاع الموجات الصوتيه. الموجات الصوتيه انا بكشف بيها البطن من جوه، الصندوق المقفول ده يحتوي على ايه. ببتدي اخد قياسات واشوف شكل الكبد والكلام ده كله. ده اللي هو الموجات الصوتية ثنائية الأبعاد. ثنائية الأبعاد أول ما ظهرت كانت صورة ثابتة، يعني أقول للعيان خد نفس وثبت وبص كده على شكل الكبد. تطورت شوية فبقت ريل تايم. ريل تايم يعني العيان بيتنفس وأنا شغال وشايف الكبد بتاعه وشايف الدنيا عادي خالص وشايف المرارة، هو بياخد نفس طالع نازل قدامي وأنا ريل تايم بتحرك معاه. ده 2D اللي هو ثنائي الأبعاد. نيجي بعد كده راحوا مطورينها قالوا ثلاثي الابعاد. طب ثلاثي الابعاد ده نعمل ازاي؟ قال لك ان انت تروح واخد صوره من قدام ومثبت الصوره، وبعدين صوره من اليمين وتثبتها، وبعدين صوره من الشمال وتثبتها، والجهاز في كمبيوتر بيقوم ورك ستيشن كده بتعمل حاجه اسمها ريكونستراكتيف ايمج، تروح مركبه الثلاث صور على بعض فتطلع صوره مجسمه ثابته. تمام. صوره مجسمه ثابته. وهرجع برضو للاجابه على هذا السؤال مره اخرى، بس بعد ما اخد اتصال تليفوني اخير من الأستاذ محمود من القليوبية، وبعتذر لبقية المتصلين لأن طبعا الوقت ضيق جدا، فأنا هاخد اتصال من القليوبية. أستاذ محمود أهلا بيك. ألو. السلام عليكم. ممكن أتكلم؟ وعليكم السلام. تفضل مع حضرتك. بعد إذنك يا دكتور، أنا عندي 26 سنة وعندي فيروس سي. تمام. والنسبة 12500، فانا تبع تامين صحي وكده. تمام. الدكتور اداني علاج لمده شهرين كبسولات وبرشام. رحت بعد ما خلصت العلاج عملت تحاليل تاني
قلت له يا دكتور قال لي انت كده هتاخد انترفيرون فحضرتك تنصح بيه؟ انت بالنسبة لسنك كده ما فيش مشاكل، لكن التحاليل هي اللي هتقول بقى. يعني الانترفيرون ده مش بالبق، الانترفيرون ده انا علشان اديه لازم حاجة اسمها بريريكوازيتس. البريريكوازيتس دي فحوصات ما قبل الانترفيرون، يتعمل عينة من الكبد ويتعمل بي سي ار ويتعمل جينوتايب للبي سي ار للفيروس عشان اعرفه من نوع الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا ايه والدنيا ماشية ازاي، ويتعمل تحاليل كاملة وتعمل رسم قلب وتعمل فحص قاع عين، ولازم اخد الاوكي من دكتور العيون والدكتور الاوكي من دكتور القلب قبل ما ادي الانترفيرون. فالانترفيرون ليه فحوصات كتير، فالكلام ده لا يتوقف على قول احنا نقوله على التليفون. تمام. الانترفيرون ليه ضوابط، لابد من المناظره كمان. هل الضوابط دي متوفره عندنا؟ يعني دكتور القلب هيقول قلب سليم، دكتور العيون هيقول فحص قاع العين سليم، وبعد كده الفحوصات اللي احنا هنعملها بتاعه الجينوتايب اللي هو تحليل الجين بتاع الفيروس ونعرف نوعه وعينه الكبد. في الاخر كل دي بتبقى قدام بيانات اقول هينفع او ما ينفعش او مش هينفع. نرجع تاني برضو لسؤالنا مرة اخرى عن التنويه عن اجهزة الموجات الصوتية والاجيال الجديدة منها. تمام. لما وصلنا دلوقتي لثلاثي الابعاد، يعني ايه ثلاثي الابعاد؟ قلنا ان احنا بناخد صور من ثلاث زوايا مختلفة وروح مثبت الصورة، الكمبيوتر اللي موجود في الجهاز بيعمل ليه كونستراكشن وروح مديني صورة مجسمة ثلاثية الابعاد. ثلاثية الابعاد. ثلاثية الابعاد. يعني بص من هنا والف كده والف كده، شايف صوره مجسمه قدامي ثابته، والحركه الميكانيكيه بتاعت البطن المريض شغاله. الصوره ثابته. لا الصوره ثابته على الشاشه لكن المريض بيتنفس وكل حاجه طبيعيه. انا دلوقتي خدت صوره وقلت له خد نفس وثبت النفس وخد صوره وخد صوره كده خلاص انا فصلت عن العيان. انا بفحص على الشاشه. تمام. بقوم بعمليات على الشاشه. على الشاشه. رباعي الابعاد بقى هنا ده ريل تايم 3D. ريل تايم يعني احنا ضفنا بعد الزمن، بعد الزمن اللي هو البعد الرابع. فبقى ريل تايم 3D زي قصه ال 2D في الاول كانت ثابته وبعدين بقى 2D ريل تايم. الرباعي الابعاد يعني ريل تايم 3D يعني صوره ثلاثيه الابعاد متحركه. خد نفس انا شايفك وانت بتاخد نفس. تمام. وقف هنا وقف هنا. في كمان بقى في الجهاز بتعمل على الكبد حاجه اسمها سونو سي تي زي قصه العينه بتاعه الكبد. الكبد. عينه الكبد دي احنا بنخرم والعينين بيقرفوا من الحدوته دي وشغلانه، فقلنا لهم طب روحوا اعملوا في اختراع جديد اشعه اللي هي الفايبروسكان. الفايبروسكان بعمل سكاننج على الخلايا بتاعه الكبد. الجهاز الفور دي بيعمل الحدوته دي، بيدي نفس النتائج تقريبيا بالنسبه لعين الطبيب لما يبقى خبير بالمساله وشاف كتير، بيقدر بروح مثبت الصوره ويقدر يشوف الصوره ريل تايم قدامه ويقدر يقول فعلا دي الخلايا السليمه، دي خلايا دهنيه، دي خلايا تعبانه. كل الجهاز بيحددها وانت واقف ريل تايم والعين بيتنفس والدنيا ماشيه عادي خالص. وبتقدر تحدد مدى التلفيات. يبقى كده مش عينه الكبد بقى، عينه الكبد ده خلاص لو هناخد انترفيرون. تمام. لو مش هناخد يبقى ملهاش لازمه او قصه، يعني تحديدها لازم يبقى ليه دواعي ان انا اعملها. لكن موجات الصوتيه رباعي الابعاد ممكن يديني فكره واخد بيه بيانات اقرب كثيرا لحدوته الفايبروسكان. في هناخد بعض اسئله من اسئله الفيسبوك من الاستاذ محمد السيد، ويمكن السؤال ده انا ما اعرفش احنا اثرناه قبل كده. بيقول في حاجات بتنظف الكبد من السموم وتخليه نشط، ازاي يكون من خلال وجبات الاطعمه ننشط الكبد؟ طبعا احنا كنا جاوبنا عليه بموضوع الشطه. وبعدين قصه الكبد نفسه، يعني الكبد نفسه كنوع من الاطعمه، هو الكبد مرتبط وارتباط وثيقي بالغذاء. تمام. تمام. الاغذيه الصحيه هي الاغذيه السليمه البعيده عن المواد الكيماويه وبعيده عن الخضروات تكون مرشوشه بمواد كيماويه وبعيده عن ان هي تعمل مشاكل. تمام. دي النقطه الاساسيه، ان يكون الغذاء صحي، الغذاء ما فيهوش كيمياء. وحاجه تانية ان احنا ما ناخدش ادويه بصفه عشوائيه. بصفه عشوائيه. لان احنا عندنا الادويه برضو اول موطن ليها هتدخل على الكبد. هل الكبد هيتحمل الكلام ده ولا لا؟ وهنا بقى بيثار نقطه مهمه جدا، المرضى اللي بياخدوا ادويه تضر الكبد لامراض مزمنه. يعني مريض عنده حساسيه في الصدر بياخد كورتيزون، مريض عنده روماتويد وبياخد علاج للروماتويد. ادويه الروماتويد بتتعب الكبد. تمام. مريض عنده ملاريا وبياخد دواء دجرينول والادويه دي بتتعب الكبد. عندنا امراض كتير ادويتها تتعارض مع الكبد. مع الكبد. هنا لازم يبقى في تقييم كويس والدكتور اللي بيكتب يكتب كويس. يعني كان في يعني اسئله كتير بتتقال في القصه دي، عيان عنده الغضروف وعمل عمليه الغضروف، خد نسبه مسكنات محترمه بوظت له الكبد. بوظت له الكبد. وطبعا الحلقه رتمها سريع جدا يا دكتور، وللاسف
وصل قطار النهاية إلى محطة الوصول، فانقبض القلب على أمل لقاء جديد في حلقة جديدة مع خبير الكبد الدكتور عصام اللبان. وقبل الختام أحب أنوه أن إعادة هذه الحلقة يوم الأحد الساعة 1:30 صباحا. فأنا بشكر الدكتور عصام وعلى وعد على حلقة جديدة لاستكمال سلسلة حلقات فيروس سي والجهاز الهضمي. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك يا دكتور. شكرا يا فندم. أشكركم. في حياتنا.